راح تبقى ساكتة، ما راح تحكي ولا كلمة. مش عارفة شو بدي أقول، مستحية. ما تستحي، بعرف كل اللي قلتيه ما كان قصدك، كنت بعدك تحت تأثير البنج، وأنا ما أخذت على كلامك، فارتاح. يعني مش زعلان مني؟ وليش بدي أزعل منك؟ بنت عم تعترف لي بحبها وأنا مغرومة فيه، بدي أزعل؟ بلاش تسألي هلا؟ بلا لتعرفه. لكن أنا بتقلك ريزي؟ طب معقول أنت بدك تشربي قهوة وأنت بهالحالة؟ بركي ما بيسوالك. شو خص وجع الإيد بالقهوة؟ طلع بالي فنجان قهوة بتقوم بتشرب وما بتجيب لي؟ مين قالك إني شربت؟ ليش وين كنت؟ نزلت تمشيت شوي تحت، وضميري ما سمح لي أشرب قهوة لحالي. هلا بس يجي الحكيم.